السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى السلام للجميع، وأتمنى من التلاميذ كما تقدم الجميع بالنصائح بالمكوث في المنازل. نبدأ اليوم أول حصة من حصص دروس الرياضيات ومكون الهندسة. الدرس سوف يتمحور حول متوازي الأضلاع الذي تطرق له التلاميذ في المستويات السابقة، مستوى السادس ابتدائي، وكمكتسبات قبلية لدى التلاميذ. إذن كما قلنا إن قطري متوازي الأضلاع يتقاطعان في المنتصف كما يظهر الشكل أعلى. إذن نقول إن متوازي الأضلاع أنه إذا كان رباعي متوازي الأضلاع فإن لقطريه نفس المنتصف. كملاحظة هامة، النقطة O تسمى مركز متوازي الأضلاع. إذن في الخاصية العكسية، أو كما يجب التنويه على أن كل خاصية من خاصيات متوازي الأضلاع لها خاصية عكسية. إذن الخاصية المباشرة تكون للبرهان على أن مثلا أن المعطى هو متوازي الأضلاع، ويجب أن نبين مثلا أطوال الأضلاع، أو أن للقطرين نفس المنتصف أو التوازي. والخاصية العكسية تكون للبرهان على أن هذا الرباعي متوازية الأضلاع. إذن الخاصية باء العكسية، الآن لدينا رباعي والمعطيات لا تخبرنا أن هذا الرباعي متوازي الأضلاع، ويجب أن نبين أنه متوازي الأضلاع باستعمال الخاصية السابقة. إذن مثلا في المثال را و ب و س و د نقط بحيث أس و ب د لهما نفس المنتصف وحاملاهما غير متعامدان. إذن سنقف عند هذه الكلمة حاملاهما غير متعامدان. إذن في هذه النقطة حاملاهما غير متعامدان، سنتطرق لهذا بشكل دقيق في الدرس المقبل الذي يتمحور حول الرباعيات الخاصة. إذا كان قطران متعامدان فإنه سيكون معين. إذن القطران أو المستقيمان يجب أن يكونا متقاطعان فقط، وليس الحالة الخاصة التي يكون فيها متعامدا. إذن من أجل هذا سنبرهن أن AB يوازي CD وأن AD يوازي BC كما يقول التعريف. التعريف واضح، يقول أنه إذا كان ABCD متوازي الأضلاع فإن كل ضلعان فيه متقابلان يكونان متوازيان، أي أن القاعدة تقبل العكس، أي أنه إذا كان في رباعي كل ضلعان متقابلان متوازيان فإنه يكون متوازي الأضلاع. وسنستغل في هذه الخاصية، سوف نستغل التماثل المركزي الذي هو من أهم المكتسبات التي يجب أن تكون لدى التلميذ الأولى إعدادي، وهو الدرس السابق. إذن لدينا أو منتصف هذين القطعتين A C و B D. إذن في تعريف تماثل مركزي، أي أن A و C متماثلتان بالنسبة لO، و B و D متماثلتان بالنسبة لO كذلك، أي أن AD هو مماثل مستقيم BC و AB هو مماثل المستقيم DC، مماثل المستقيم DC. ونعلم أن مماثل مستقيم بالتماثل المركزي هو مستقيم يوازيه. إذن
AB يوازي DC و AD يوازي BC. إذن وبالتالي فإن المستقيمان متوازيان، لدينا أربعة أضلاع حواملها متوازية مثنى مثنى، إذن فهذا الرباعي هو متوازي الأضلاع. إذن نمر للخاصية الموالية، يعني الخاصية الموالية نقول إذن إذا كان رباعي قطراه لهما نفس المنتصف فإنه يكون متوازي الأضلاع، وسنتطرق لهذا في التطبيق أو في التمرين التطبيقي التالي. إذا لدينا ABC مثلث و E منتصف AC، سوف نقوم بإنشاء D بالمهارات التي تعلمنا في الدرس السابق بالتماثل مماثلة B بالتماثل المركزي. أثبت أن الرباعي ABCD متوازي الأضلاع، إذن سوف نستغل التماثل المركزي للبرهان على أن هذا الرباعي متوازي الأضلاع. إذن كما رأينا في المثال نقوم بالبرهان، لدينا E منتصف AC ولدينا D مماثلة B بالنسبة للنقطة E. إذن لدينا كما تطرقنا له في درس التماثل المركزي، لدينا التماثل المركزي في التعريف E ستكون هي منتصف BD، القطعة BD كذلك أو القطر BD. إذن فالقطران AC و BD يتقاطعان في منتصفهما، وبالتالي فإن كما تقول الخاصية العكسية نستنتج أن A B C D متوازي الأضلاع. إذن سوف نمر الآن إلى الخاصية، خاصية الأضلاع المتقابلة. إذن A B C D متوازي الأضلاع وO مركزه. إذن سوف نبين أن كل ضلعان متقابلان في هذا الرباعي متقايسان. الآن الخاصية، خاصية التقايس في متوازي الأضلاع تهم الضلعان، كل ضلعان متقابلان في هذا الرباعي. إذن سوف نتطرق إلى الخاصية